هذا الإطار كان بصراحة من الأواعي الذين أعطوني المرجعية للانتقال من استراتيجيات ردات الفعل والتي كانت مبنية على شعارات وبيانات وأصوات إلى استراتيجية فعل مبنية على الفكر وقراءة الذات وقراءة المجتمع قراءة المحيط قراءة الأقطاب الكبرى الفاعلة بنا كل ما هو سيء وكيفية مواجهتها ومعالجتها كانت قضية فلسطين قضيته كان يقول لي إن فلسطين هي ذاتي أنا لا أقف دعما مع فلسطين أنا جزء من فلسطين هذه قضيتنا صمود فلسطين في متاهات وفي حقول في حقول الألغام المحيطة بها هي صمود لذاتنا ولنا جميعا وانتصار فلسطين هي انتصار لذاتنا كما أن انتصار تونس هي انتصار لفلسطين ولأمتنا العربية لا أريد أن أطيل عليكم حقيقة فجر في داخلي طاقات فكرية وعملية أعتقد أن نموذج سيدي أحمد لو جمعناه هنالك المئات وأطر وتم التفكير في الانتقال إلى حلقات الفكر والفعل ومراكمة الإنجازات بدل مراكمة الخطابات والبيانات وتقديس الوطن على الذات صدقوني هذه الرسالة قوية سننتقل بمجتمعاتنا من مجتمعات مفعول بها إلى مجتمعات فاعلة من أجل الخير والاستقرار والسلام لن أطيل عليكم ولكن أخي المناظر أبو السعيد إحنا عندنا فلسطين النادي الواحد دائما في اسم ابنه محمد بركي يعني شرفنا جاء من الوطن الغالي كانوا أيضا في مقدمة الأهل الذين فجروا طاقاتنا الكاملة واستطاعوا أن يقرأوا عدونا من داخله وهزموا استراتيجيته من داخله الآن هذا العدو يحاول أن يطور استراتيجية أخرى ليتغلب على اكتشافاتنا لاكتشافاته ومحاولتنا لإعادة بناء مجتمع وسوف يفشل فشعبنا محصن إلا من شغل واحد اللي ذكرها أخي أبو السعيد وعلينا أن نعمل جميعا لاقتلاع هذا الفيروس الكريم وهو فيروس الانقسام في داخل مجتمعاتنا حينها سيكون شعبنا محصنا أمام كل مكائد وفيروسات الدنيا كلها ونستطيع أن نصمد أمام كل هذه المكائد وكل هذه المصائب وستكون انتصاراتنا انتصارات لأمتنا العربية والأفريقية والإسلامية والعالم بأجمع الآن يشرفني أن أتقدم باسم الشعب الفلسطيني